ده البدر ساكن فوق، أنا اللي ساكن تحت، بصيت لفوق بشوق، مال قلبي وانجرحت. أهل الله يا اللي فوق، ما تبص على اللي تحت، والله خلاص اللي فوق مش داري باللي تحت. ايه ندى؟ ايوه يا زياد، تعالى بسرعة، مش عارفة اتنفس. في ايه؟ في ايه مالك؟ تعالى تعالى. طيب ابعتي لوكيشن وانا مسافة السكة هبقى عندك. ماشي، سلام. أستاذة ندى مالك؟ أنت كويسة؟ مش عارفة أتنفس، شكلها عندي بانيك. طب بالراحة بالراحة بالراحة، تنفسي بالراحة بالراحة خالص. أنت مش هينفع تسوقي وأنت بالحالة دي. لا مش هسوق، أنا هسيب العربية هنا، خلي حد يجي ياخدني. طب وليه؟ أنا ممكن أوصلك. أنت ساكنة فين؟ لا لا شكرا، أنا كلمت حد خلاص. طيب هو قدامه قد إيه؟ هو قال لي إنه في وسط البلد، زمانه جاي. وسط البلد؟ ده كده مش اقل من نص ساعة، وانا مش هينفع اسيبك كده في الحالة دي. لا لا شكرا، هو زمانه جاي. طب بصي معلش عشان خاطري، كلميه قولي له يلف ويرجع وانا هوصلك، بليز معلش. ايه ندى انت فين؟ انا وصلت على اللوكيشن. نعم؟ مشيتي مع حازم مين؟ ماشي يا ندى، ماشي 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 ماشي. سلام. هتقولي ان هو مشي؟ ها؟ طبعا مشي، طبعا مشي. مشي من 5 دقايق، وحتى لو كان هنا ما كانش هيوقف فيا قبلك. الساعة بقت 5 إلا ربع. خلاص خلاص يا مريم. أنا عارف إن حظ زفت دايما. زفت إيه؟ زفت إيه؟ أمال لو ما كنتش مأكدة عليك ومكلماك بدل مرة 10. أنا آسف. أنا آسف. أنت كنت فين؟ كل ده في الطريق؟ مش هتفرق بقى كنت فين. مش هتفرق، كلها محصلة بعضها. أنا بجد آسف لو كنت سببت لك أي إحراج معايا. معلش حقك عليا. أنا همشي، عايزة حاجة؟ شكرا مش عايزة حاجة. تحب أخدك في طريقي ولا حاجة؟ لا شكرا يا زين. خلي بالك من نفسك. حاضر. طيب. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.